من هم الأمازيغ وماذا يريدون؟ سؤال بسيط، لكن أغلب سكان شمال إفريقيا يجهلونه. إن عدم معرفة الإجابة على هذا السؤال أو الإجابة الناقصة عليه تعتبر بمثابة إبادة جماعية بشعة للفكر واغتصاب للتاريخ وسب للعقول وغنيمة سهلة يتلذذ بها الجهل وخدامه، وخصوصا إن كان أبناء الأرض الأمازيغية يتخبطون بين الهوية والانتماء ولا يعرفون إلا العناوين المشوهة للقصص المختصرة المغلوطة التي وصلتهم من مجهول لا يعرفون أصوله، مصدقين بدون حتى أن يبحثوا بموضوعية أو يسألوا. صم بكم عمي لا يفقهون، أمام الأساطير مطيعون، إلى السفهاء يستمعون، والكارثة العظمى أنهم من الحقيقة يتعجبون، ومن أصلهم العفيف المحصن يتبرؤون، وإلى السفاح الآثم يدعون أنهم ينتسبون. عجبا لشعوب لمهلكها معظمون ولمخلصها يلعنون. أسئلة بسيطة أصبحت أمامهم بمثابة إشكاليات ومؤامرات من شدة فساد وتلوث عقولهم. شعوب فقدت القدرة على الإدراك من كثرة الأكاذيب والتدليس وغسل الدماغ لأجيال وأجيال.